إذن إحنا اليوم رانا نشوفوا أن ربي وصف لنا المنافقين في 10 آيات وذكرنا الأوصاف نتاعهم وجل الأوصاف نتاعهم واش هما؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا قيل لهم هذا وصف والوصف الآخر ما هو؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني واش راهم يديروا؟ يتهموا والدرجات ربي كيفاش بداهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني يبرئون أنفسهم وذكرنا احنا كما فسرنا الآية واش قلنا؟ قلنا أن الأصل في الإنسان من بوادر التوبة الاعتراف تعترف وما تقولش أنا راني مليح ما تقولش أنا يقول لك واحد اتقي الله تقول له احنا علاش أنا حرقنا الجوامع رانا لاباس علينا الحمد لله الخدمة الدار المسجد ما شاء الله راني لاباس عليا إذا ما اتهمتش نفسك ما تسقماش يعني وهذا من صفة المنافق المنافق لا يظهر عن نفسه إلا خيرا وإحنا الأصل فينا أننا لا نفتخر بأعمالنا الخيرية وإنما نبكي على أخطائنا التي تسود وجوهنا أمام الله هذا هو الأصل في المؤمن المؤمن هنا في الحياة الدنيا ما دام مات أنه يذكر ربه عز وجل ويذكر سيئته أمام خالقه ماشي أمام الناس أمام الناس يستر روحه فيما يعترف الإنسان بالسيئة ويقول الله يهدينا ويصلح حالنا وغير ذلك ويستغفر الله ويتوب إليه هذا في طريق المؤمنين وأما إذا قلت يا فلان تقي الله يقول لك علاه تشوفي أنا واش راك تشوفي تشوفي أنا حرقتنا الجوامع تشوفي واش راني ندير أنايا راني لاباس عليا هذه صفة من صفات النفاق هذه صفة من صفاتهم الصفة الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنا أؤمن كما آمن السفهاء يعني يتركوا الإيمان لماذا؟ لأنهم يلمزون المسلمين والمؤمنين ما يرضوش بهم يطعنون فيهم وكاين نوع من الناس عندهم نصيب من هذا وش يقول له تقول له فلان تقي الله في نفسك ولا روح تصلي ولا يقول لك انا نصلي مع هذوك انا نجي نصلي مع هذوك الناس انا فيه تكبر فيه شيء فيه بغض للمسلمين وحنا من ايماننا اننا نحب من يحب الله نحب الانسان لان الولاء والبراء يتجزأ احنا في الجزائر عندنا هنا واش راني قريت انا على المجتمع الجزائري عندنا الولاء والبراء لا يتجزا يا يحبك مليح يا يكرهك مليح وهذه مصيبه هذه غلطه الولاء والبراء يتجزا واش معناتها يتجزا معناتها انت يا انسان مسلم تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وجيت تصلي في المسجد وفيك عيوب انا مسلم دوكا واش واجب عليا نحبك ولا نكرهك نحبك على جل العيوب على جل الايمان ونكرهك على جل العيوب ولا واش ندير لك كيف ندير لك انت انا الان لازم الايمان اللي فيك نحبه ونحبك لانك انسان مؤمن تاتي للمسجد وتقول السلام عليكم وتشهد لا اله الا الله محمد رسول الله وتعيش شعائر المسلمين وتصوم مع الناس رمضان مسلم كما انا كما انت فاحبك لانك مسلم وانصرك لانك مسلم العيوب تاعك كيفاش ندير معها انا عندك عيوب في بيتك في نفسك عندك ممكن عيوب واش ندير معها انا هذيك العيوب انا ما نحبهاش بصح انت لازم لي انا نقدم لك نصيحه على العيوب هذيك لازم نحاول نصلحك نحن كما قال احد اهل العلم كلمه جميله جدا قال نحن في زمن لا يجوز فينا ان نرمي فيها واحدا من المسلمين نحن في زمن اصلاح وترقيع احنا رانا في زمان الامه فاسده السوق فاسد السوق فاسد بالمصلين بالائمه الا من رحم الله يعني المستوى تاعنا هبط في الايمان بزاف ولينا ما نخشعوش ما نصوموش رمضان كما يحب ربي فينا اعمال فاسده هذيك الاعمال واش دارت لنا خلات المستوى تاعنا هابط ماناش كما الصحابه احنا اذا السوق ديالنا اليوم الايمان تاعنا يقتضي اننا نرقعه النبي عليه الصلاه والسلام رقع في وقت ولا ما رقعش رقع جاء انسان يشرب الخمر وراحوا يسبوا فيه الناس قالوا دعه فانه يحب الله ورسوله يرقع والاخر وش دار حاطب بن ابي بلتعه بيع بالمسلمين خرج اسرار الدوله وبعثتهم في رساله للكفار يعني جريمه كبيره يقتل عليها هذه اعدام النبي عليه الصلاه والسلام قال دعه يا عمر فانه قد شهد بدرا قالوا ما حملك على هذا يا حاطب ذكر له السبب نتاعو
وعذره النبي عليه الصلاة والسلام وخلاه يمشي مع المسلمين عادي، رقع له الغلطة تاعو. إذن نحن نصب ونغفو ونقع في الأرض، ويجب علينا أن نمد أيدينا لإخواننا حتى ينهضوا على أرجلهم وأن نرقع بعضنا بعضا. أما أنك أنت أي إنسان يدلك حاجة تنحيه من الدنيا مرة واحدة وتنسى 20 سنة وثلاثين سنة عشرة، عندنا نولي ما نعيشوش مع بعضنا، ما نعيشوش. ولذلك ديننا لا يسمح بهذا، ديننا الدين فيه تجاوز. غلط معك واحد نسيت 20 سنة و10 سنين و5 سنين، نسيت كاع الأيام اللي بيناتكم، غلطة تنحي كلش. هذه الغلطة فينا احنا، احنا عندنا الولاء والبراء لا يتجزأ. إما أن يحبك حميم، وإما أن يرجعك عدو وما يجيش يتكلم معك نهائيا كأنك كافر، خلاص ما يجيش يتكلم معك. وهذه غلطة فينا في المعاملة، يتجزأ. قال هذاك فلان أحب ما فيه من الخير، إنسان طيب مليح ولكن فيه بزاف شر، هذاك الشر تاعو ما نحبوش. دوك أنت تحب الدور معه ما تدورش معه، بصح أخوك مسلم هذا، دير حسابك بلي لازم تلقي عليه السلام، لازم تدعو إلى الله عز وجل، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. إحنا لما عجزنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حولنا ذلك إلى هجرنا، ونظرا لما في قلوبنا والعياذ بالله من البغضاء والتحامل. وهذا مما لا يدل على رحمة يريدها من الله عز وجل أن تنتشر فيما بيننا. ولهذا شوف الآن الكفار والمنافقون، المنافقون وش يقولوا؟ يقولوا نؤمن كما آمن السفهاء. يعني شكون سموه السفهاء؟ المسلمين سموهم سفهاء. احنا كذلك اليوم كي تقولوا فلان روح تصلي يقول لك انا كيفاش نصلي مع هذوك الناس، انايا نصلي مع هذوك، هذوك مجرمين. قال لك تشوف فيهم هذوك كاع ياكلوا اموال الناس، هذوك كاع فيهم وفيهم وفيهم، وهذوك قال لي تشوفهم في الجامع زعما يلعبوها كذا كاع نعرفهم. هذا النوع من الناس له صفة من صفات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. راه ذرة، عنده ذرات من نصيب من النفاق والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتكلم على نفسه التي بعدت عن الله. يقول لك هديني ربي، هديني ادعي لي ربي، صحيح هديني وعندك الحق، لازم نجي نصلي وراني مفرط في جنب الله، ما يعترفش، وإنما يرمي بها بريئا، يرمي به بريئا. وين يرمي به بريئا؟ في الناس. يقول لك ماشي احنا هاولك اللي ما يسواوش، احنا كذا احنا. وش معناتك تقول لي انت انا نقول لك اروح تصلي في المسجد وتقول لي انا نصلي مع هذوك ما يسواوش، وش معناتها؟ معناتها ترك تسوى، ما تصليش وتسوى. حبيت تقول نبلي انت ما تصليش وتسوى، وهذا لا يستقيم. هذا انسان يكذب على نفسه. ولذلك شوف صفات المنافقين فيها تهرب وفيها تبرؤ، يعني إنسان يخبي على روحه، يكذب على روحه. الأمر الثالث ذو الوجهان، يظهر شيئا ويبطن شيئا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذو الكفار من المنافقين، بصح كاين المسلمين فيهم طبيعة هذه، كاين بزاف ناس نسأل الله السلامة والعافية ما عندوش غير زوج وجوه، عنده أوجه كثيرة. يعني يلقى الإمام ولا كاش واحد أخينا، ولا يتكلم على الجنة ويتكلم على النار ويقول لك تشوف الدنيا كيفاش فسدت. هو يروح، هو يجوا ناس أخرين ويتكلم على الفساد ويجبد بنات الناس ويعاكس بنات الناس، عادي. وهذا النوع من الناس والعياذ بالله فيهم شيء من النفاق. وزد على ذلك نوع من أنواع النفاق الذي هو نفاق ليس بكفري وإنما هو نفاق عملي موجود فينا احنا المسلمين، هو أننا ماذا نفعل؟ أننا نظهر الخير ونبطن الشر. شحال فينا من واحد قوله لا يوافق عمله، وعدم موافقة العمل للقول هذا نفاق عملي، وعدم موافقة القول للباطن هذا نفاق كفري اعتقادي. الكفار من المنافقين يعتقدون لا إله إلا الله، ما كاش منها، وفي لسانهم يقولوا لا إله إلا الله. هذا النفاق وشنو؟ نفاق كفري عقدي. وكاين نفاق وشنو موجود فينا احنا؟ نقول ما لا نفعل. يعني شحال من حاجة رانا نقولوها وما نديروهاش، وشحال حاجة رانا نديروها ما نقولوهاش. اسمها كاين عدم توافق. وكل ما يتوافق القول مع الفعل مع الباطن
يطلع الإنسان إلى مرتبة سموها مرتبة الصديقية، صديقين. شكون هو الصديق؟ الصديق هو الإنسان الذي توافق باطنه مع لسانه مع فعله في الحق، في الحق، هذا هو الصديق. يعني عنده الباطن تاعو صافي نظيف، ويحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الدين ويحب الشريعة، ويقول هذا بلسانه، يقول هذا الأمر بلسانه، وفي أفعاله تلقاه كما يقول كما يعتقد، بصح في الحق على دين الله عز وجل. خاطش كاين الناس واش عنده في قلبه في لسانه، بصح هو خبيث، يعني يقول كلام خبيث ويقول لك أنا لي في لساني أنا نجرح الناس، بصح لي في قلبي في لساني. هذا غلط، هذا غلط. ماشي واش عندك في قلبك تقوله للناس، إذا كان في قلبك تقوله هذا في الإيمان. أما كاين أمور كثيرة حنا نشوفوها في الناس ما نقولوهاش، ماشي نفاق، وإنما لا نقولها حكمة، ما نقولوهاش، نعرفوا وقتاش نقولوها ونعرفوا كيفاش نقولوها، ومن داك ماشي حنا نقولوها، من داك كاين ناس أخرين يقولوها في مكان أحسن، يعني كاين حكمة ولنا. هذاك الأمر ماشي كل حاجة تعرفها تقولها، تقوليش هذا الأمر مستحيل. ربي يجعل القلوب صناديق أوعية، ويجعل الألسنة عنوانا عليها. ولذلك الإنسان ما يقدرش يقول لك أنا باش ما نكونش منافق لازم واش يجي في قلبي نقول، ما تقدرش. لو كان كل حاجة نفسك تحدثك بها تقولها راح تخسر كامل الناس. ولهذا الأصل في الصراحة، ما نسميها نحن بالصراحة، أن تستعمل في وقتها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان شحال من حاجة وحشحال من إنسان شاف في حاجة وما تكلمش، ومن بينها أنه كان جاء إنسان فتح له الباب وتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم وراح، وبعدها قال بئس هذا الإنسان، هذا الإنسان فيه وفيه وفيه. قالوا له يا رسول الله هذو كنت وقتهم وش يوجهوا هذو؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، هذا بئس أخو العشيرة. كي قالوا له هذا علاش قلت عليه بئس أخو العشيرة وكنت تتكلم معها عادي؟ قال لهم إن شر الناس، قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من يترك الناس كلامه تقاء شره، يعني ما يصرحوش الناس لأنه كان تصرحوا فيه شر كبير، هذا شر الناس والعياذ بالله. يعني كاين الناس لو كان تقولوا يا فلان كذا تخسر معه، لازم تعرف كيف تتكلم معه بحكمة. هذا مش نفاق، النفاق أنك توري وجه من هنا وتوري الوجه الآخر من هنا، هذا مصيبة. وتروح عند فلان تقولني معك وتروح عند فلان تقولني معك، هذا نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء المنافقون مهد الله عز وجل ذكرهم، وما تكرناش بزاف على الكفار باش يبين لنا أن اليهود كفرهم، هم كفار اليهود، أن اليهود الكفر نتاعهم كفر فيه نصيب كبير من النفاق، والمنافقون الكفار هم أفراخ اليهود. في المدينة وش كانت؟ كان المسلمون وكان اليهود يعيشوا مع المسلمين. هذوك اليهود كانوا ناس منافقين يعيشوا مع المسلمين. هذوك المنافقين كلهم تحالفهم مع اليهود، كلهم، ورأسهم شكون؟ رأسهم اليهود، عبد الله بن أبي بن سلول اليهودي، فهو الرأس بتاع المنافقين. إذن النفاق من الذي يغذيه؟ اليهود، قتلهم الله. هذا اليهود دير مليح في بالك باللي كل شر موجود في الأمة اليوم هم على رأسه. من الذي أفسد برامج المدرسية وبرامج التربية والتعليم في الدول العربية؟ اليهود. من الذي نشر المخدرات؟ اليهود. من الذي يتزعم الرأس الكبير نتاع الموضة نتاع الملابس والتحفيفات والوشاب وكذا؟ اليهود هم أرباب الأزياء والموديلات نتاع اللباس وغير ذلك، يخططون ويدرسون، وعندهم مدارس جامعية، دراسات جامعية عليا، دكاترة في الجامعة كيف يفسدون الناس باللباس. يعني هم اللي راهم الآن يملون علينا، وهم الذين يدخلون لنا اللباس الذين يريدونهم، حتى علمونا نلبسوا شي يحبوا مش وش نحبوا، ولينا نلبسوا مش الذوق نتاعنا، وإنما نلبسوا وش يلبسوا الناس. شكون هما الناس؟ منين يجيبوا الناس؟ من عند اليهود.
والتحفيفة اللي نحفوها من عندهم، والمشاكل التي نراها في التلفاز من البرامج الفاسدة من عندهم، والسحر المنتشر في الأمة هم رؤوسه، هم رؤوس السحر. أمة وصلت باش تقتل 300 نبي في يوم، ماذا تنتظر منها؟ ماذا تنتظر من أمة؟ إلى أمة كما قال عبد الله بن مسعود، قال إن بني إسرائيل كانوا يقتلون 300 نبي في يوم واحد. تحوس أنت يرحم لك الدراري صغار ويرحم لك النساء، ما تستناش، ما تستنى، ما تجيش تقول السلام ومؤتمر السلام وكذا، ما تجيش تقول كلام هذا. ما أخذ بالقوة، شيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ما عندكش قوة غير بكي على روحك وريح، ما تستناش يديروا لك ويديروا لك القمم والمؤتمرات وكذا، غير ما تستناش. ولذلك الآن هؤلاء الناس وصفهم الله بأبشع ثلث القرآن، جاتك 60 حزب هذيك تنحي منها 20 حزب كامل كلام على اليهود، يعني ربي ثلث القرآن تاعو كامل تكلم، ثلثي 40 حزب كامل تكلم على اليهود. تتكلم على من؟ على اليهود. لماذا؟ لماذا؟ حتى يبين لنا بأن العدو الأول تاعكم في الأرض، في الأرض بعد الشيطان إبليس هم هؤلاء الناس. احنا كيما درناهمش معانا في الواجهة وما درناهمش حسابات، وصلنا إلى النتيجة رانا نشوفوا فيها هذوم كتفين والقلب يتقطع يتقطع. يحب الإنسان أحيانا يرمي روحه بكاش مكان هكذا من القنطة، والله لا يحب القانطين. يخلص الإنسان يولي يشوف الأيادي مكتفة وأبناؤنا يموتون بالمئات، المجازر بالمئات من هؤلاء الناس هذو اليوم يذكر فيهم ربي في القرآن الآن. هذا الناس نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. هؤلاء الناس اليهود شر خليقة وجدت في الأرض، كما ذكر الله تبارك وتعالى فيهم أنه قد غضب الله عليهم ولعنهم. ماذا ننتظر من أولئك ومن قوم غضب الله عليهم ولعنهم؟